عقد صبيحة هذا اليوم السبت 3 أوت 2013 وفدان من الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس اجتماعا تشاوريا تنسيقيا في ضوء تطور الأوضاع ببلادنا إثر اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي، وخاصة تفاقم ظاهرة العنف والإرهاب التي حصدت أرواح 8 من جنود الجيش الوطني ومناضل الجبهة الشعبية بقفصة الشهيد محمد بن مفتي من جهة، وتعنت حركة النهضة ومضيها في المناورة دون اعتبار لمصالح تونس وشعبها من جهة أخرى. وبعد النقاش توصل الطرفان إلى ما يلي: أولاً التمسك بالمطالب التي يقتضيها تجاوز الأزمة التي تتخبط فيها بلادنا، وهي حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة، تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة. ثانياً تشكيل هيئة سياسية لجبهة الإنقاذ ودعوة سائر القوى الوطنية والديمقراطية إلى الانخراط في مسار الإنقاذ. ثالثاً مواصلة دعم اعتصام الرحيل بباردو وتكثيف الحضور اليومي على عين المكان وإسناد كل التحركات الشعبية في كافة الجهات. رابعاً دعوة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في التحرك المركزي الذي ينتظم بالعاصمة بساحة الاعتصام بباردو يوم 6 أوت الموافق لمرور 6 أشهر على اغتيال الشهيد شكري بالعيد، دعماً للرسالة الموجهة إلى الائتلاف الحاكم بضرورة الرحيل إنقاذاً لتونس. البيان اللي خرج على الجلسة اللي جمعت الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية فما إصرار على مطلب حل المجلس التأسيسي وحل الحكومة. بالنسبة للبعض اللي إذا كان يقولوا فما تعنت اليوم من المعارضة وعدم سعي نحو إيجاد حلول وفاقية يعني من أجل المصلحة الوطنية، شنو ينجم يكون ردكم على الكلام من النوع هذي اللي نجم يتقال؟ أول حاجة هذي المطلب هذي متاع حل الحكومة والمجلس التأسيسي حل المجلس بصياغ مختلفة، موش مطلب كان المعارضة السياسية، حتى دي حال الشغل حتى الصناعة والتجارة طرحوا، إذن كل المنظمات الكبيرة الوطنية طرحته، إذن هو مش مطلب المعارضة. ثانياً احنا المشكله فين؟ شنو التنازلات اللي نحبوا نعملوها؟ احنا التنازلات نحبوا نعملوها باش يتواصل الفشل ويتواصل نفس السياسه الخاطئه. احنا نقول انه ثم ازمه، الطرف الاخر يقول ما ثماش ازمه. احنا نقول انه التوجه اللي كان موجود في البلاد توجه غلط، هم يقولوا توجه مش غلط. احنا نقول انه الشرعيه معناها نتاعهم اعطيناها العام وهم تجاوزوها، هم يقولوا لا الشرعيه قاعده الابد وقت ما يحبوا هما. اذا ثم مشكل فيهم هو مش فينا احنا. احنا التنازلات على شنو؟ على الصياغ مثلا، شنو المجلس معناها انه مش يبقى الابد يمارس في العرك والصياحات اللي كنا نشوف فيه معناها في العمل نتاعو ويتلبح حوايج اخرى غير الدستور، هذاك هو اللي نحبوا نعملوا في التنازلات. انا اعتقد انه ثم شيء كبير سياسي تغير في تونس الان، وما ثم حتى داعي الرجوع للصياغ القديمه اللي احنا قاعدين نحكوا فيها، وخاصه هذيك الصياغ نتاع ايجا رقع. هما واش مقترحين علينا؟ شنو التنازلات مقترحين علينا؟ انه الحكومه نفسها الفاشله اللي قامت على المحاصه وفيها وزراء غير اكفاء ادخلوا فيها زينوها وزيدوا شهريات جديده معنا على حساب الشعب، اللي ما يدخلوش فيه احنا ما يهمناش المناصب بالكراسي، هما شادين في الكرسي وقولوا له على العريض مع احترامنا فهمت الله معنا الاشخاص، لكن هو فشل كوزير داخليه وفشل كرئيس وزراء، ورغم ذلك مازال متمسك بالكرسي.